هاي هاي خلود، كيفك؟ انا كثير مبسوطه اني اليوم موجوده معك، وكثير مبسوطه اكثر انه رح نعمل تريتمنت حلو من كيفن ميرفي. انا مبسوطه اكثر لانك موجوده معنا بهيرغلام باي بوتيكات. اليوم عم بتشوفي انه عنا الكيفن ميرفي تريتمنت، رح نحاول نعمل لك جلسه. بس ضعت انا صراحه لانه في كثير اشياء مفيده للشعر، فما بعرف اليوم شو بدنا نعمل. اوكي، انت اول شيء احكي لي شوي على شعراتك لنعرف شو رح نعمل. انا شعري مثل ما شايفه على طول انا بهتم فيه، بس انه عندي مشكله شوي هيك بسيطه اذا بدك، انه اللمعه الموجوده من فوق مش موجوده من تحت. بتعرفي يمكن على البراشينج، هو على الفير، انه نحن الصبايا بنروح كثير نعمل شعراتنا، فهيدي اللمعه بديها تكون بكل شعري. شوفي شو بدك تعملي خلود. اوكي، لقلك انا اول شيء رح نبلش بمقوله كيفن ميرفي، سكين كير فور يور هير. اوف كورس، يعني كل شيء موجود انا معه مليون بالمليون. اوكي، كيفن ميرفي في كثير لاينات، في 8 لاينات تقريبا. كل واحدة بتحتاج لشعراتها. انت رح ننقي لك لاين اليونج اجين. اوكي، انت ايجينج بيرجع شبابيه الشعر. حلو. بتعرفي انه الروتس على طول بتكون هيلثي، بس يطول الشعر بتروح شبابيه الشعر، بتروح اللمعه. صح. مثل ما قلتي سشوار، مي، بعتقد اصلا اكثر الصبايا بيعانوا من هيدا المشكله، لهيك انا كمان حابه اعمل هيدا التريتمنت، هيك بيستفيدوا من كل النصايح اللي بتعطيها لشعراتك. انت رح نعمل لك لاين اليونج اجين، كثير حلو، رح يعطيكي لمعه، رح يزيدك لمعه لشعرك. رح يزيدك شبابيه كمان. أوكي. من تحت. رح تشوفي النتيجه معنا، فيها مراحل. أوكي. رح نبلش نعملها وتشوفي بعدين النتيجه. بس بدي اسالك كم سؤال عن هيدا التريتمنت بالذات، فينا نعمله بالبيت عادي؟ شوفي، يعني هو سوفت تريتمنت، فيكي تعمليه مثل ما بتعمليه بالصالون وبتعمليه بالبيت. أوكي. ما بيكلف كثير وما بتحتاجي انه انت بتعملي له هيك. أوكي. شي كبير. كم مره بالاسبوع فيكي تعملي؟ تاخدي كل اللاين، واش، رانس، ماسك، الافتر كير، بتعمليه بالبيت عادي. أوكي. بس اذا حبيتي انه انت بتعملي الامبول اللي هي زياده للشعر لتحافظ لك وتعمل لك تغليف للشعر. أوكي. بتعمليها مره بالشهر. انف حلو، كثير حلو وسهل، بيناسب كل انواع الشعر. بيناسب كل انواع الشعر. كثير منيح، انا جاهزه، حمستيني كثير. يلا. يلا. أوكي. نبلش. الين بتعرفي انه الكيفن ميرفي في كذا مرحله. اول مرحله مهمه هي الديتوكس شامبو. ديتوكس شامبو هيدا بيفتح لنا مسام الشعر، بينظف لنا فروه الراس، بيشيل كل الشوائب من الشعر اللي بالعين المجرده ما بنشوفها. بنعمل جنتل مساج على الشعر. الجنتل مساج بعدين هو بيعمل لنا فايبريشن على الفروه، بتحسي انه كل مسام انفتحت ليستقبل اي تريتمنت احنا بنعمله. الماكسي ووش الديتوكس بتميز بريحته الحلوة لأنه فيه التيتري، فيه البابايا، رح تحسي بإنها حاسة حالي بجزيرة. بس نعمله نصير نعمل جنتل مساج على الشعر. قديه بنتركه وقت؟ بنعمله مرة مرتين، يعني 10 دقائق، 5 دقائق، يعني 5 دقائق مع المساج. ايه، اذا حسينا الشعر بده كمان ديتوكس بنعمل كمان واحدة تانية مع جنتل مساج. اهم شيء مع الديتوكس شامبو الفوطة حارة، ضروري نعمل فوطة حارة. بنفتح مسام الشعر. قديه بنحطها وقت؟ بس دقيقتين على الشعر وبعدين بنشيلها، ما بنخليها كثير. هلا بنغسل الشعر من الديتوكس، بنبلش نحط الشامبو من اللاين اللي احنا نقيناه. اوكي، رح نحط هلا اليونج اجين واش من اللاين اللي احنا نقيناه. هاي اللي بتشوفي جذوعها كثير كبيره موجوده بمدغشقر، اكبر شجره في العالم. بعد اليونج اجين واش
رح نعمل هلا الامبول مع الاليكزير. بتعرفي قالين انه كل لاين عنده امبول خاصه فيه. لليانج اجين اخترنا الامبول انتي ايجينج، بنخلطها مع الاليكزير. هاي يوز صالون، بنستخدمه بس بالصالونات، بس هون بوتيكات بنبيعه ببوكس. في اي وحده بتاخده معها على البيت 14 دروبس ل 20. نخلطها شوي، هالمره الفوطه ما بنخليها دقيقتين ثلاثه، بس تحسيها بردت على راسك بتخبرين. اوكي. بردت كأن. بردت خلاص. اوكي، قالين فينا نغسل الامبول، وفينا كمان نفس الشيء ما نغسل الامبول، فينا نحطها دايركت، نحط الرانس اوكي على الامبول. هلا في عنا اليونج اجين رانس، عنا الووش والرانس والماسك. هلا بعد ما عملنا اول مرحله اللي هي الماكسي ووش، نقينا لك اليونج اجين ووش، عملنا لك الامبول، بعدين سكرنا مسام الشعر باليونج اجين رانس. هلا وقت الستايلينج، بدنا نحس انه عملنا جلسه كامله. اكيد بدنا نشوف شو صار. اي اهم شيء رح نعمل لك، نقينا لك اثنين شيمر تشاين، ونقينا لك اليانج اجين. فيك تحطيه على شعر مبلول، وفيك تحطيه على شعر ناشف. الشيء الحلو فيه هيدا تريتمنت للشعر، بيعمل لك لمعه على الشعر. حلو. غير انه هو فيه بيرفوم كثير بتعقد. واو. ايه، وبيعمل لك تريتمنت لاطراف الشعر. اوكي. ياي ريحته شو بتجنن. اكيد رح نحس انه الشعر هيك بتغري عم بيتمشى. ايه بسرعه. بيسهل كثير. ايه. امور، يعني هو استخدام صالون واستخدام بالبيت كثير سهل. ايه. قالين بتعرفي انه الواحد قبل السشوار او لما بيتعرض للشمس بيحتاج انه بيحط شيء ليحافظ له على بيحافظ له من حراره السشوار، وبيحافظ له من حراره الجو من برا. اكيد. فالامورتيل عندنا هون هيت بروتكشن كثير حلو، بتحطيه على الشعر مبلول او ناشف نفس الشيء، بيحفظ لك بيحمي لك شعرك من الحراره. هيدا ضروري انا خليه معي. ضروري يكون بالجزدان. ضروري. واو. لا صراحة نتيجة مثل ما أنا بدي وأحلى. أنا بدي أتشكر تيم كيفن ميرفي على هالتريتمنت الحلو. صبايا لازم تجربوه صراحة، شعري حرير. وأكيد بدي أتشكر بوتيكات يلي سمحوا لي أن أجي وأقوم بهالتجربة الحلوة. Thank you.